مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وحلقتنا اليوم فيها فقرتين هنبتديها النهاردة. أول فقرتنا مع سيادة العميد حسام سليمان، محلل عسكري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بجنابك. أهلا بيك يا فندم. إحنا النهاردة وشفنا كتير وسمعنا كتير على السوشيال ميديا، وبقالنا فترة بنسمع وبنقول ان في امور كتير متغيره في العالم العربي، وفي امور كتير متغيره بالتحديد في ليبيا. تمام. احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الموقف الحالي في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الحالي في ليبيا، احنا يعني هنتكلم على جزئيه معينه. هنسيب الفتره اللي هي اعتبارا من 2011 لغايه 2012 2013. كان في عدم نظام في موجود في ربوع ليبيا كلها، ميليشيات مسلحة، قبائل متفرقة، مفيش جيش نظامي مسيطر، مفيش قوة شرطية مسيطرة على الوضع في ليبيا. الأربع اتجاهات الرئيسية بتاعت ليبيا متفتحة، سواء الاتجاه الساحلي أو في اتجاه الحدود المصرية أو اتجاه الحدود التونسية الجزائرية أو الحدود السودانية التشادية النيجيرية، كل ده كان مفتح. حصل تدخل أممي ووصلوا إن هم أرسلوا، أو الأمم المتحدة أرسلت شخصية تبعها اسمه مارتن كوبلر، وجمع الفصائل اللي موجودة وأطياف من الشعب الليبي والمؤسسات العسكرية، وتوصلوا لحاجة اسمها اتفاق. والاتفاق ده اتعمل في مدينة اسمها مدينة الصخيرات في المغرب، وسمي هذا الاتفاق اتفاق الصخيرات. واتفاق الصخيرات ده تم يوم 15 ديسمبر 2015 ميلادي. اتفاق الصخيرات ده عبارة عن 30 ورقة. ال 30 ورقة دول توصلوا إلى إن هم عملوا حاجة اسمها حكومة الوفاق، مجلس الوزراء، البرلمان الليبي. الليبي تمام. بدأ تفعيل شغل حكومة الوفاق اللي هي باسم السراج ورفاقه اعتبارا من يوم 19 يناير 2016 ميلادي. هل الحكومة دي كتير كتير برضو اليومين دول فضل. زي ما احنا شفنا وقلنا لحضرتك بيتكلم في شائعات كتير على السوشيال ميديا، وفي كلام كتير على السوشيال ميديا موجود بيقال ان هناك ممكن ان يكون هناك حرب في هذه الايام في ليبيا، وفي اللي بيقول ان تركيا دخلت ليبيا، وفي منهم اللي بيقول كلام كتير شغل الرأي العام والمواطن المصري او الشعب المصري بفترته. طيب، فهو تملي بيكون بعيد شوية عن السياسة وبعيد شوية عن حاجات كتير. تمام. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك برضو بخصوص الموقف والشأن الليبي، زي ما احنا اتكلمنا مع حضرتك وحياتك وضحت لنا حاجات كتير موجودة دلوقتي، هل هناك داخل ليبيا حاليا جنود من تركيا، او هل جنود تركيا معسكرة في ليبيا، او مجرد كلام لسه موجود على السوشيال ميديا وشائعات؟ كجنود نظاميين تابعين للجيش التركي، اقدر اقول لحضرتك بنسبة 90% لا. اللي موجودين حاليا دلوقتي اتبعوا تركيا عبارة عن مستشارين عسكريين. اما الجنود اللي وصلوا ليبيا سواء برا او بحرا او بالطيران، فهم عبارة عن جنود مأجورين او مرتزقة من اللي هم كانوا شغالين مع النظام التركي في شمال سوريا. لكن كجيش تركي نظامي حط رجله في ليبيا لغاية دلوقتي لا. اللي حصل ان هم بعتوا مستشارين، المستشارين دول بيعملوا عمليات استطلاع، بيعملوا عمليات دعم. هم اذا تفسر بايه حضرتك فضل. ان البرلمان التركي ادى الاذن او اجمع ان ممكن يكون هناك حرب او ارسال جنود الى ليبيا؟ البرلمان التركي مأمور، ليس له في الامر يد. يعني تتوقع حضرتك من خلال خبرتك ان ممكن يكون هناك حرب في هذه الايام، الحرب او غزو من تركيا؟ الحرب وارده، الحرب وارده في اي توقيت، ولكن الحرب ليها شروط. انت علشان تتكلم حضرتك او اي حد يتكلم علشان حد يتحرك من تركيا لغايه ليبيا مسافه 1000 كيلو، المسافه 1000 كيلو ده في البحر،
انت في حضرتك ما يعني لازم يعدي على بلدين، قبرص واليونان وامتداد لإيطاليا، دي حاجة. الحاجة التانية انت في عند حضرتك اتنين قاعدة روسية موجودين في غرب سوريا، اللي هي قاعدة حميم وقاعدة طرطوس، دي لازم يكونوا هيشوفوا القوات اللي بتتحرك، دي حاجة. الحاجة التانية ان في عندنا قيادة الاسطول السادس الامريكي موجود في نابولي. اذا علشان تركيا تحرك سفن حربية او معدات حربية عن طريق البحر، لازم تترصد عن طريق الاسطول الامريكي وعن طريق الاسطول الروسي اللي موجود في البحر. هذا بجانب طبعا القوة المصرية البحرية المدعومة جويا حاليا دلوقتي على الشواطئ المصرية حتى المياه الإقليمية المصرية. الكلام ده مفيهوش فصال. في نفس الوقت في تعاون ما بين مصر وقبرص واليونان. فالموضوع مش موضوع ان هو يعني مجرد ما هو البرلمان وافق او خد قرار او بيقول هبعت او اهلا وسهلا، ابعت اهلا وسهلا، احنا عايزين فعلا حاجة على الارض. لكن تسريبات من خلال مراكب صغيرة او من خلال نقل طيران مدني ينزل في مطار مثلا زي مطار معيتقة ينزل 200-300 فرد، كل واحد هيبقى معاه التسليح الشخصي، بندقية، طبنجة، أرباجيه، كل الأمور دي كلها. لكن أنا عايز المعدات التقيلة، المعدات التقيلة اللي هي تكسب أرض أو تكسب تدعم موقف، اللي هي زي إيه؟ زي الدبابات، زي المركبات ذات الجنزير، زي المدافع، دي حاجة. الحاجة التانية المجموعة اللي دخل بيها النظام التركي سوريا، ها هو يعني احنا كده يعني كعرف يعني مجموعه البط اللي هو رسمه على الحدود اللي ما بينه وما بين تركيا، الكلام ده ما يمشيش عسكريا لسبب واحد. حضرتك معظم التسليح او المجنزرات او معدات ذات الجنزير اللي موجوده في تركيا واخدينها من حلف الناتو، واخدينها من حلف الناتو. الكلام ده امتى؟ الكلام ده في نهايه الثمانينات، اللي هي الدبابات الام 60 الف 1 والدبابات 60 الف 3 والمركبات الام 113، هو احدث حاجه عنده اللي هو المدافع ذاتيه الحركه 155 ملي، دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس العسكريين اللي زي حالتنا لما بيشوف وضعيه الدبابه، بيشوف وضعيه الدبابه اللي هي داخله قتال، داخله قتال. الدبابه عامه الام 60 الف 1 او الف 3 التصميم الداخلي من جوه زي بعضه، عدد الطلقات اللي بتتحط او الحموله او الشده بتاعتها 63 طلقه، 63 طلقة اضربهم في 50 كيلو هيعملوا معاك 3 طن. وزن الدبابة الأساسي بالشدة الكاملة 51 طن، لو شلنا منها 3 طن هتبقى وزنها 48 طن. لما تيجي تبص على الدبابات اللي هي كانت واقفة على امتداد الحدود السورية التركية هتلاقي الدبابة المقدمة بتاعتها عالية والمؤخرة بتاعتها المقدمة بتاعتها مش مرتفعة. ليه؟ لأنه هو أساسا الدبابات دي ما كانش فيها ذخاير. فيها ذخائر صغيره اللي هي بتاعت الرشاشات او الرشاش نص بوصه او الرشاش اللي هو 12.7، يعني كدبابه جاهزه بقالها في الخدمه اكتر من 30 سنه غير جاهزه للقتال، غير جاهزه للقتال. اهلا وسهلا. وبعد كده هو هيوصل الدبابات والمعدات ذات الجنزير ده عن طريق البحر ازاي؟ هو فاكر نفسه الجنرال ايزنهاور اللي عمل موضوع النقل الاستراتيجي، نقل 8 فرق في موقعة نورماندي اللي هي بيسموها عملية نيبتون علشان يحرروا بيها أوروبا من هتلر، ده نقل 8 فرق. أنت عندك كنظام تركي، كنظام تركي عندك معدات إبحار وعندك معدات نقل وعندك أسطول، كل الكلام ده كله هيعدي؟ دي حاجة. الحاجة التانية فين الأسطول الأمريكي وفين الأسطول الروسي من التحركات دي؟ لازم هيبقى في سابق انذار لان داخلين جوه. فسر من وجهه نظر حضرتك الشغل الاعلامي اللي معمول والظاهره اللي معموله او التوقيت اللي احنا فيه من اردوغان اللي هو موجود حاليا بدخوله ليبيا في التوقيت والوقت اللي احنا فيه ده بالذات. اقول لحضرتك حاجه يا استاذ تامر، حضرتك دلوقتي هو دلوقتي المعادله دلوقتي السراج ذات نفسه علشان نتكلم بقى الكلام الواقعي، هو المده الحكم بتاعته سنه واحدة بس أو فترة واحدة بس قابلة للتجديد. هو حاليا دلوقتي في اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ده وصل 4 سنوات، يعني كده ملوش أساسا شرعية في ليبيا وعمل. طب في التفاق. في حالة دخول أردوغان ليبيا زي ما هو ما بيقول أو زي ما هو ما بيدعي أو زي ما هو
ايه الموقف اللي ممكن يكون موجود في التوقيت ده، او ايه الخطر اللي ممكن يهدد المنطقة اللي موجودة؟ حضرتك دلوقتي، حضرتك دلوقتي انت هنفترض ان هو دخل، هيخش بايه؟ ايه العناصر اللي ممكن ان هو يخش بيها؟ ما احنا قلنا لازم يخش بحاجات تملك الارض. الحاجه دي مستحيل، مستحيل انها هتوصل للشاطئ الليبي او للارض الليبيه، ولو وصل منها هتتدمر، هتتدمر، هتتدمر. ليه؟ لان الجيش الليبي عنده قدرات لغايه دلوقتي لم يفصح عنها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، نحن ندعم قرار السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه عبد الفتاح السيسي في اتخاذ اي قرار ياخده لتامين الحدود والعمق المصري في اتجاه ليبيا. احنا كلنا والشعب المصري كله فوض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على امن مصر القومي وفي اي تدخل في شؤون هذا الامر، واحنا كلنا واثقين ان احنا عندنا طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قياده حكيمه وقياده عسكريه تقدر ان هي تحافظ على امن البلاد وتقدر ان هي تحافظ على امن مصر وعلى اي عدوان يفكر ان هو يخش اي حدود مصريه او غير حدود مصريه، فاحنا نثق في ان هو مش هيقدر ان هو يعدي حتى هذه الحدود. مش هيقدر يوصل، مش هيقدر يوصل للشاطئ بتاع ليبيا تحت اي بند من البنود. ليه؟ لان وصوله او وصول قوات ليبيا هتدخلنا في معارك بريه، هتدخلنا احنا كجانب مصري في معارك بريه، وفي نفس الوقت قدرات القوات المسلحه لا احد جوه جمهوريه مصر العربيه يعلمها غير المؤسسه العسكريه ومؤسسه الرئاسه. احنا قدراتنا مهوله لا يعلمها احد، قوات بحريه، قوات جويه، قوات بريه. هيتدمر، 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 هيتدمر. طب بخصوص الشان المصري، اذا فكر اردوغان انه يخش ليبيا او يجي عند الحدود الليبيه او الليبيه المصريه، هيتدمر. شايف من وجهة نظر حضرتك ايه اللي ممكن يواجه مصيره اردوغان او الاردوغان اللي موجود حاليا؟ الاردوغان او الاردوغان او النظام التركي، احنا ملناش علاقه او ملناش عداوه مع الشعب التركي. انا بقول لحضرتك النظام القائم ذات نفسه اذا فكر، اذا فكر بقدراته العسكريه اللي هو متخيل ان هي ذات قدرات عسكريه، لا يملك مواجهه الجيش المصري او لا يملك مواجهه الجيش الليبي المدعوم بالجيش المصري. بالجيش المصري دي هتبقى نهايته. هو كل لعبه ان شاء الله يكون نهايته قريبه، وان هو يكون دي اخر نهايته، يكون على ايد طبعا الجيش المصري، يكون على ايد قياده حكيمه زي الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. واحنا بنتمنى ان الدنيا كلها يكون فيها سلام، واحنا بندعي دايما للسلام، ان العالم كله يكون فيه سلام ويكون فيه امن وسلام. أكيد. لان الحروب دائما بيكون فيها برضو خسائر كتير، ولكن لو احتمل الموقف او جه الموقف نفسه وجي غزو من هذه الاشاعات اللي احنا بنسمعها على ليبيا او غير ليبيا، فطبعا بيكون طبعا المصير او التوقيت غير كده. فاحنا بنتمنى السلام، وعايزين برضو من سيادتك رسالة بقى للشعب المصري اللي تملي بيتساءل وتملي عايز يعرف الحقيقة، حقيقة الامر في هذه الايام، ايه اللي ممكن يكون متوقع في خلال ايام؟ هل سينسحب عن قراراته أم سيكمل لمسيرة الحرب؟ يا شعب مصر بقول لكم واحسبوا الكلام ده عليا، ما تقلقوش بتاتا بتاتا بتاتا. الموقف على الأرض والموقف تكتيكيا وعسكريا وسياسيا واستراتيجيا ليس في صالح تركيا ونظامها بتاتا بتاتا. وإن شاء الله عما قريب طرابلس هتتحرر، وهيتم السيطرة على الغرب والجنوب الليبي كامل، لأن الشرق والشمال دي تعتبر في شريحة مسؤولية مصر. احنا تملي بنشكرك معانا، وتملي بنستفيد من حضرتك، من خبرات حضرتك في أمور كتير في الأمر العسكري، واحنا تملي بنثق في تحليل سيادتك للموقف العسكري من خلال خبرتك ومن خلال تواجدك معانا باستمرار. ده شرف ليا يا استاذ. فبرضو عايزين برضو نعرف من حضرتك الامور اللي هي الاستراتيجيه اللي موجوده في العالم كله، اللي احنا شايفينه دلوقتي وشايفين فيه في بعض المشاكل في العراق، بعض المشاكل في الامور دي كلها. فعايزين نعرف من حضرتك هل هذه الامور دي كلها
بتدعي لحروب قادمة عالمية، أو دي إشاعات موجودة على السوشيال ميديا؟ لا 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 لا، مسألة ال أنا عايز أطمن بس لا السادة لا لا لا، المشاهدين اللي بيشاهدونا. السادة المشاهدين يعني كلمة الحرب يعني ماشي، التاريخ ما بيكذبش. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مش كان فيها مجموعة دول ولا في دولة قامت منفردة بحرب عالمية؟ مجموعة دول مجموعة دول، مجموعة دول قصاد مجموعة دول، زي المثال اللي احنا قلناه عليه في موضوع اللي هو معركة نورماندي معركة أو نورماندي مع عملية نبتون، إنزال بحري ده حضرتك ضرب، دول ضربوا المنطقة بتاعت نبتون أو ساحل نورماندي بقد إيه ذخيرة؟ ضربوها ب 11,912 طن من القنابل عشان يقتحموا ويخشوا من الشمال الغربي لفرنسا وبعد كده يخشوا لبقية أوروبا. ففين القرد ده؟ القرد ده يملك إيه؟ حتى لو مدعوم، حتى لو مدعوم. أما الشأن العراقي فهو يخص أهل العراق، وفي حكومة عراقية قائمة أو هتتغير، فهي كفيلة وفيها جيش وفيها شرطة، هم يعالجوا أمورهم السياسية والعسكرية ما بينهم وما بين بعض، وفي قوات تحالف موجودة في الأراضي العراقية يحلوا مشاكلهم داخليا. عايزين استشارات مصرية، أكيد مصر مش هتبخل عليهم بالاستشارة، لكن علشان مصر تتورط خارج حدودها اللي هي تبعد بلدين ثلاثة، لأ في الوقت الراهن ده لأ، لأن مصر حاليا دلوقتي مستهدفة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. احنا بنشكرك النهارده طبعا في لقائك معانا، واحنا حبينا نطمن الشعب المصري ونطمن الشعب اهالينا المصري ونطمن ابدا ونطمنهم ابدا ان في شائعات كتير ما نسمعش ليها وما نشوفهاش على السوشيال ميديا، لان الحروب كلها حروب الجيل الرابع والخامس، حروب الجيل الرابع والخامس تملي بتكون فيها فتن كتير ويكون في شائعات كتير، فاحنا حبينا نطمنهم النهارده، واحنا سعداء النهارده ان حضرتك قدمت لهم النهارده كل ما يفيد، وإن شاء الله نشوف مصر أجمل وأحسن بلد وأقوى بأمر بلد الله. في العالم كله بأمر الله، ونشكرك. الموضوع محسوم يا أستاذ تامر، ونشكرك النهاردة يا فندم، ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدنا أن يكون ضيفي وضيفكم اليوم من السيد المستشار محمد أبو زيد محامي بالنقد والاستشارية العليا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ، إحنا سعداء إن حضرتك موجود معانا النهارده، وإحنا طبعا اتكلمنا مع بعض في فقرات كتير وحلقات كتير عديدة ماضية عن بعض المشكلات اللي موجودة في المجتمع المصري، وإحنا النهارده يسعدنا إن إحنا نتكلم مع حضرتك وتوضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين برضو عندنا مشكلة بتهم كل الشعب المصري، وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اللي هي انتشار ظاهرة الطلاق بصفة مستمرة والتفكك الأسري، وشفنا انهيار ثقافة للأولاد، وشفنا تشرد لأولاد كتير موجودة بسبب هذا الطلاق وبسبب هذا القانون. عايزين نعرف من حضرتك بقى ليه انتشرت ظاهرة الطلاق في مصر بشكل عديد أو بشكل كبير في الآونة الأخيرة؟ هو حضرتك بالنسبة التفكك الأسري هي من أكبر المشكلات التي دخلت بيوت الشعب المصري عامة، وظهرت في الآونة الأخيرة التفكك الأسري لعدة أسباب. التفكك الأسري لعدة أسباب، بالنسبة التفكك الأسري بيكون لصورتين، التفكك الأسري المباشر والتفكك الأسري الغير مباشر. مباشر وغير مباشر. غير مباشر. إيه هو المباشر؟ بالنسبة للتفكك الأسري المباشر حضرتك اللي هو في يتمثل في الطلاق أو وفاة إحدى الوالدين الزوج أو الزوجة، بالنسبة للتفكك المباشر. التفكك اللامباشر اللي هو اللي الزوجين تحت سقف واحد ولكن عدم التفاهم ما بين الزوج والزوجة، وبيأثر معنويا على الأولاد وعلى
الاجيال اللي طالعه بالنسبه التفكك الاسري. يعني تقصد حياتك المباشر اللي هو لو في طلاق او في انفصال بيكون الاطفال الاولاد اللي موجودين طبعا متحايدين هنا او هنا ما فيش رقابه وما فيش اب وام يكونوا موجودين بصفه دايمه يراقبوا الاولاد ويراقبوا تصرفات الاولاد او يشوفوا الاولاد او ينصحوهم او يكون في جديه مع الاولاد في امور كتير موجوده، او لو الاب متوفي او لو الام متوفيه بيكون برضو في عدم وجود رقابه كافيه زي ما حضرتك بتقول. فبيتم برضو هنا بيكون في تفكك بالنسبه للاولاد او في الاسره. ومن ضمن الاسباب التفكك الاسري لحضرتك بالنسبه للاب الحاضر الغائب، الاب الحاضر الغائب بيتمثل في صورتين. الصوره الاولى بالنسبه للاب الحاضر الغائب اللي هو يتمثل في الاب اللي هو منشغل بعمله ووقته كله لعمله ومنعزل تماما عن الحياه الاسريه بحيث ان هو عدم مراعاه الزوجه او عدم مراعاه الاولاد. وبالنسبه للصوره الثانيه اللي هو الاب المهمل بيتمثل في ان هو بيؤدي احتياجات الماليه فقط للبيت وبينشغل تماما عن الحياه الزوجيه او عن الحياه الاسريه. وفي هناك برضو اللي هي الام الحاضره الغائبه اللي هي برضو بتتمثل في اللي هي بتكون حاضره غائبه، عدم مراعاه زوجها، عدم مراعاه اولادها، انشغالها التام عن تربيه الاولاد وانشغالها التام عن مراعاه زوجها واولادها وبيتها، انشغال تام باما يكون مع الصديقات او على السوشيال ميديا. ده بالنسبه للام الحاضره الغائبه. يعني تقصد طول حياتك برضو ان غياب الاب في شغله بصفه مستمره بيأثر على برضو الاولاد او تربيه الاولاد، والام في نفس الوقت برضو اللي هي بيكون منشغله او مهمله في بعض الامور في بيتها بيكون برضو بتأثر على الأولاد أو بتأثر على الجيل اللي موجود وبتأثر في سلوكياتهم، زي ما احنا شفنا برضو أن في سلوكيات كتير ابتدت انتشرت في الفترات الأخيرة من الأجيال اللي طالعة في الشارع المصري ما كانتش دي عاداتنا وما كانتش دي تقاليدنا اللي احنا تعودنا عليها أن احنا بنشوفها من زمان، وهي كان الاحترام زي ما احنا قلنا احترام الصغير للكبير واحترام ده. وشفنا برضو ظاهرة العنف اللي هي مستمرة برضو بين الشباب وبين الجيل اللي موجود ده، فاحنا عايزين برضو نعرف ازاي ان احنا نحد من هذه الظاهرة وازاي ان احنا نرجع زي زمان نخلي اولادنا نعلمهم التربية السليمة او نكتسب فيهم حاجات كتير تكون موجودة في المجتمع المصري، ان احنا نرجع التراث بتاعنا التراث المصري اولاد البلد اللي احنا بنخاف على بعض. لان احنا شفنا طبعا في المنصورة برضو كانت السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن ظاهرة اللي هي التحرش اللي حصلت في المنصورة لبعض الفتيات اللي حصلت، وبعد ما تم القبض على عدد كبير من الشباب كانت طبعا اتحرشت في ليلة رأس السنة اللي فاتت بفتاة المنصورة دي، فبعد ما تم القبض تم برضو التنازل عن المحضر. فاحنا عايزين نقول ان في عادات وتقاليد شفناها كانت غريبة في المجتمع المصري في الفترات الأخيرة، وده سببها حضرتك قلت برضو عدم انشغال الاب بصفه دايما في شغله والام برضه ما بيكونش في رقابه. طب احنا نعمل ايه عشان نحد من هذه الظاهره؟ هنا المفروض على الاسره التوعيه الاسريه. اكثر المشاكل في الاونه الاخيره بالنسبه المحاكم اكتظت بالطلاق لكل الزيجات الحديثه اللي هي بيتم يعني الزواج ما بيتمش اكثر من 3 4 سنين وتلاقي الزوجين دخلوا المحاكم. ايه الاسباب؟ عدم التوعيه للاسره للزوجين المقبلين على الزواج الحديث مما يؤثر على العلاقة الزوجية. عدم الوعي، يعني المفروض يكون في توعية من قبل الأم والأب للبنت اللي هي مقبلة على الزواج، ونفس الكلام بالنسبة للولد اللي هو مقبل على الزواج. يبقى التوعية الأسرية من قبل الأب والأم للمقبلين على الزواج بحيث إن هم يكونوا أسرة ويعيشوا ويكونوا أسرة ويربوا أولاد. فمن من من تلك أو القصور من قبل الأب والأم بيحدث الطلاق اللي هو الحديث اللي هو مكتظة به جميع المحاكم. لا بخصوص ظاهرة الطلاق اللي انتشرت حياتك بتتكلم فيها ان دور الاب والام ليه عامل اساسي في هذه الظاهرة ان احنا نقدر نحد منها عن عوامل اللي هي التوعية، ان الام تقدر توعي بنتها او توعي ابنها انه ازاي يكون في استمرارية وازاي ان هو يقدر يفتح بيت وازاي يكون في مسؤولية للبيت وازاي ان هم يقدروا يستحملوا وازاي ان هم ما يتسرعوش في الطلاق. ما هو ده بقى حضرتك عدم الوعي الاسري على اساس برضه نرجع للاولاني. طيب خالص احنا معانا مداخله تليفونيه برضه يا ست المستشار نسمعها ونشوف المداخله اللي معانا. الو
طيب شكرا، خط اتقطع. فهنا عدد هنحاول الاتصال بيها تاني برضو، او نحاول تدخله لنا بعد اذنكم. ماشي معاك يا سيادة المستشار. هنا عدم الوعي الاسري لحضرتك على اساس الاب الحاضر الغائب، وفي الاب الغائب الحاضر اللي هو زي الزوج اللي هو مغادر البلاد في الغربه، غائب وحاضر، حاضر بمرعيه اولاده، حاضر بمرعيه اسرته، حاضر بمرعيه زوجته. فهنا يعتبر اب حاضر غائب، ورغم ان هو يختلف عن الاب الموجود. وهنا في بالنسبه لاسباب التفكك الاسري الادوار اللي هي بتختلف بين الزوج والزوجه، التنازع على الدور محله ايه؟ معانا مداخله تانيه. الو الو، الخط برضو يظهر في مشكله النهارده في الخط برضو. معاك يا ست المستشار. والتفكك الاسري برضو بالنسبه هنا، التفكك الاسري بينحصر بالنسبه للحاله الاقتصاديه بالنسبه للزوج، وبالنسبه اذا كان غني برضو بينشغل الاب والزوج عن الاولاد بانشغال بالمال واداره الاعمال، فبالتالي بيحدث التفكك الاسري لعدم مراعاه اسرته وعدم مراعاه بيته وعدم مراعاه الحاله الاجتماعيه بالنسبه للاسره، ونفس الكلام بالنسبه للحاله الاقتصاديه اذا كان فقير، فهنا برضو لعدم مراعاه الاسره وبتنحرف الاولاد. وهنا نداء من قبل البرنامج بتاع حضرتك لكل زوجين حدث بينهم خلافات، المفروض ما يدخلوش الاولاد ساحات المحاكم معاهم، على اساس الوقت لو حصل زوج خلافات ما بين الزوج والزوجه، انت بقى ما تزوجش بالاولاد داخل ساحات المحاكم، اذا كان الاولاد مع الاب او الاولاد مع الام، بحيث ان هو بيحصل نفور ما قبل يعني الزوجة. نبعد الاولاد عن اي مشاكل او اي خلافات داخل المحاكم او غيرها، عشان برضو ما يبقاش التاثير النفسي والمعنوي على الطفل، نفسي ومعنوي للاولاد نفسهم ويتاثروا، ويتم شحن الاولاد حضرتك من قبل الام، تقول ابوك عمل وابوك 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 وحش وابوك وابوك وابوك، ورغم ان الولد حاطط ابوه كمثل اعلى او البنت حاطه الاب كمثل اعلى، نفس الكلام الاب بيقول الام عملت واحد اتنين تلاته، فهنا الولد بيحصل عنده انفصال، احب ماما ولا احب بابا، فهو المفروض اذا حصل. طب احنا معانا مداخله تليفونيه. الو الو، ايوه معاك يا فندم. ايوه لو سمحت، لو سمحت بس الو. السلام عليكم. معاك يا استاذ اشرف، اتفضل. السلام. دلوقتي انا دلوقتي حضرتك، انا بقالي دلوقتي حضرتك سامعك يا استاذ اشرف، بقالي 6 شهور ما شفتش عيالي. يا ريت حضرتك توطي التلفزيون شويه وتسمعنا من التلفزيون. طيب اسمعنا في التليفون بس بعد اذنك. معاك يا استاذ اشرف. بقول لحضرتك انا دلوقتي بقالي 6 شهور ما شفتش عيالي. 6 شهور ما شفتش عيالك. بالرغم ان انا دخلت ناس ولاد خير عشان يصلحوا عشان اشوف الولاد، وما شفتهمش لغايه دلوقتي من ساعه ما حضرتك اتطلقت وانا ما شفتش العيال. يعني حياتك انفصلت عن زوجتك او طلقت زوجتك وبقالك 6 شهور ما شفتش اولادك. ايوه. طيب هي طبعا الزوجه هي حاضنه طبعا الاولاد وهي موجوده معاهم، الاولاد هي موجودين معاهم، وانت بقالك 6 شهور لحد دلوقتي ما شفتهاش. طب انت ما حاولتش ان انت تتواصل معاهم او حاجه من دي؟ ما انا هي حضرتك واخده الولاد وقاعده عند والدتها. طب بالنسبه لبرضه يا سياده المستشار في، طب هو حضرتك خدت اي اجراء قانوني؟ الو؟ ايوه ايوه. خدت اي اجراء قانوني؟ والله انا ما خدتش، انا عايز اعرف اعمل ايه دلوقتي حضرتك. هنقول لحضرتك يا فندم. طب اتفضل يا استاذ اشرف وسياده المستشار هيجاوبك على السؤال. بالنسبه برضه المشاكل الاسريه، موضوع الرؤيه بالنسبه للاب لرؤيه اولاده. هنا الام بتعند مع الزوج او مطلقها في عدم رؤية الزوج للأولاد. الإجراء اللي بيتخذه الأب هنا وفقا لقانون الأحوال الشخصية حضرتك، بيتقدم بطلب للجنة التسوية، مكتب التسوية، وبيقدم فيه طلب اللي هو غرض دعوة رؤية. مكتب التسوية عامة 99% من قرارات مكتب التسوية ما بتحلش النزاع ما بين الزوج والزوجة أو المطلق والمطلقة. فبيتم إحالة الموضوع إلى المحكمة. المحكمة هنا بتنظر الموضوع وبتحدد لمكان الرؤية وفقا لقرار وزير العدل اللي هو رقم 1087 لسنه 2000 بيقول فيه. انا عايز اتكلم في نقطه برضه، يعني احنا بنقول ان التفكك الاسري او الطلاق بيؤدي الى تفكك اسري وبيؤدي الى مشاكل كبيره زي ما احنا شايفين. اب بقاله 6 شهور بيقول لك مش عارف يشوف اولاده او ما شافش اولاده،
طب الاولاد اللي هي موجوده دي اللي هي بعيده عن والدها بقالهم 6 شهور او ما شافوش والدهم 6 شهور، ما ده النقطه لو كنت بكلم حضرتك ما انا عليها عارف حضرتك بيأثر بتتكلم نفسيا فيه. ده نفسيا ومعنويا وحاجات. الولد بيكون الولد او البنت يكون محطم نفسيا، هيتعامل ازاي مع الاخرين؟ هيتعامل ازاي مع اصدقائه في المدرسه او اصدقائه في النادي؟ فهنا الولد بيكون محبط. زميله اللي جنبه في التخته والدته واب ووالده بيجي ياخدوه، هو هنا ولا والد ولا اب بالنسبه يرعيه. بالنسبه لتكمله الاجابه على سؤال الاستاذ السائل واخد بال حضرتك، هنا بيتخذ قرار من قبل المحكمه او بيصدر حكم بالرؤيه 3 ساعات اسبوعيا في اماكن محدده. يعني هو قانونا من حقه انه يشوفهم 3 ساعات اسبوعيا في احدى المراكز الرياضيه او في احدى النوادي في اي الرياضية. اماكن عامه لا مش متحدده عموما مراكز مركز رياضيه والنوادي بحيث ان هي تخصص ليه 3 ساعات اسبوعيا، والمده دي غير كافيه. يعني انا اب ان انا اشوف اولادي 3 ساعات في الاسبوع، يبقى انا هراعي ازاي؟ هراعي ازاي اولادي أكيد. خلال 3 ساعات غير ان الولد جاي مع امه اصلا مشحون او البنت جايه مع والدتها مشحونه، غير ان الام ما بتظهرش او المطلقه هنا ما بتظهرش على الشاشه، بتبعته مع زاويها. طب في حاله الاستاذ اشرف هو بيتقدم بطلب للمحكمه او بيعمل ايه عشان بيرفع دعوه رؤيه حضرتك، والمحكمه بتحكم له بالرؤيه 3 ساعات اسبوعيا وفقا للمكان اللي بتحدده المحكمه زي ما قلت لحضرتك في النوادي. ويتم طلب الرؤيه ده بياخد وقت في اجراءاته عبال ما بيتوافق عليه ولا هو هي اقصاها عامه 3 شهور. يعني شوف ممكن انت يقعد 3 شهور ويقعد 3 شهور تاني عشان ما يشوف اولاده وياخد وقت تاني برضه عند التنفيذ، على اساس ان هو بياخد صيغه تنفيذيه من هذا الحكم ويتجه للجهه التي قررتها المحكمه لرؤيه الاولاد. وهناك في سجلات معينه اذا كان مركز شباب او نادي بيتم تسجيل فيه الحكم بالصيغه التنفيذيه ويحدد فيه الميعاد ويقول الاب حضر. الزوجه بقى بتعمل ايه؟ تحضر يوم واليوم التاني ما تحضرش، اسبوع واسبوع التاني ما يحضرش، نظرا للنزاعات اللي ما بينهم. فهو المفروض هنا حضرتك يبعدوا الاولاد تماما على النزاعات دي. طيب احنا عايزين نتكلم بشكل عام برضو عن التفكك الاسري وايه اسبابه بالنسبه للتفكك الاسري واسبابه ان هي بتؤدي طبعا للطلاق. احنا ممكن نتكلم برضو اللي هو ممكن يكون في الظروف اللي هي اللي موجوده اللي هي الاقتصاديه للشباب اللي هي طالعه اللي هي في بدايه حياتها اللي هي بتتزوج وكده، او عدم المسؤوليه وحاجات كتير. فعايزين نعرف من حضرتك برضو يعني بعض الرؤيه ان احنا نقدر نوجهها او بعض النصائح اللي احنا نقدر نوجهها للشباب ان احنا نقول لهم نوعيهم نقول لهم ايه، ان يكون في حياه مستقره ويكون في بعد عن التفكير عن الطلاق نفسه. هنا دلوقتي بالنسبه للزيجات الحديثه زي ما انا قلت لحضرتك بيحصل خلافات لعدم التوعيه بالنسبه للزوج المقبل على الزواج او للزوجه المقبله على الزواج. فهنا الاب والام ليهم دور، يعني مش من اول مشكله لا تعالي عندي وانا هطلع لك واشتكيه واعمل واسوي. طيب ودور المجتمع فين في هذه الظاهره؟ ما هو برضه النوادي والمدارس والجمعيات الاهليه الاهليه اللي موجوده والاعلام ليه دور، والاعلام والاحزاب كل ده المفروض بيبقى ليه دور. اصل الاب والام ووزاره الثقافه لها دور لوحديهم برضه مش هيكون برضه دورهم كافي. ممكن ان انا اسمع لك او ممكن ما اسمع لكش، الاصدقاء برضه ليهم دور. ممكن برضه يكون في ثقافه موجوده في المجتمع والظاهره الموجوده دي. انا شايف ان مراكز الشباب ان هي ممكن يكون في ندوات تثقيفيه للشباب والسيدات في المراحل اللي هي الاولى من عمرهم او المقبلين على الزواج ان هو يبتدي يهيئ لهم في شكل دورات في شكل دورات في شكل رحلات في شكل امور من دي، ان احنا نبتدي ان احنا نحد الطلاق ونبتدي ان احنا نعرف ازاي المجتمع اللي احنا موجودين فيه ونكتسبهم ثقافه كمان مش في الطلاق بس، ثقافة المجتمع اللي احنا موجودين فيه والتثقيف اللي احنا موجودين فيه وظاهرة العنف اللي احنا موجودين فيها دي. هذه الظواهر كلها مرتبطة بالتفكك الأسري أو مرتبطة بعدم برضو الاهتمام للأسرة بأولادهم. فاحنا بنتكلم ان برضو الدولة أو المجتمع المصري لازم يكون فيه دور برضو موجود لهؤلاء الشباب اللي موجودين دول، وبالذات ان الشباب في مرحلة محتاجين التوعية. ما هنا حضرتك الأسرة الصغيره دي اللي هي الزوج والزوجه اذا حصل فيها تفكك اسري وحصل انفصال، المجتمع ما هو الا عده اسر، يبقى بالتالي الاسره الكبيره يتم فيها التفكك اللي هو المجتمع. فيجب التوعيه من قبل الجمعيات الاهليه، اعداد ندوات تثقيفيه في النوادي
بحيث ان الزيجات الحديثه يتم توعيتها. الاعلام برضه ليه دور في التوعيه بالنسبه كل الزيجات الحديثه يتم توعيتها على اساس ان هو كل المقبلين على الزواج يعرفوا حقوق الزوجه ايه وحقوق الزوج ايه. والاب والام عليهم دور. الاصدقاء المقربين عليهم دور. الجيران عليهم دور. بحيث ان احنا من اول مشكله يتم حلها. بحيث ان هي ما انتشرش المشاكل ما بينهم وبين بعض وتوصل للمحاكم. يبقى احنا كده ساعدنا لعدم التفكك الاسري وعدم دخول ساحات المحاكم. جميع المحاكم الاسره مكتظه بجميع القضايا من نفقات بجميع انواعها، من دعاوى طلاق، من دعاوى رؤيه، من دعاوى ضم، زائد الشق الجنائي دعاوى جنح التبديل. يعني هنا الزوجة بترفع دعوى جنح التبديل منقولات زوجية للتأثير على الزوج أو على الضغط على الزوج، على الرغم إن جميع المنقولات موجودة داخل الشقة، بس نوع من الكيدية من قبل الزوج. طب إحنا جالنا رسائل كتير على التواصل الاجتماعي عندنا على صفحة البرنامج، في بعض السيدات مطلقات قالت إحنا مطلقات وعندهم أولاد، ومع ذلك إن الزوج نفسه ما بيصرفش على أولاده وما بيوفرلهاش مسكن، وده في الأمور اللي زي دي إيه اللي بيتم برضه؟ هنا بالنسبة للزوجة بتلجأ بالنسبة لرفع دعوة نفقة صغار زائد دعوة أجر مسكن وأجر حضانة، وبتر برضه بتقدم مكتب التسوية وتقدم الطلب، وبرضه زي ما قلت لحضرتك مكتب التسوية دون ظاهريا بس على الورق 99% بيتم احالته للمحكمه ونوع من التعطيل مش اكتر. المحكمه بتحكم هنا بحكم نفقه للصغار زائد اجر مسكن واجر حضانه وفقا للي هو التحريات اللي بتيجي الوارده من الاسم على دخل الزوج. اذا كان الزوج ده موظف فبتيجي من جهه عمله كشف اللي هو مفردات المرتب، وعلى ضوء كشف مفردات المرتب المحكمه بتحكم بالنفقه على الزوج نفسه. لو ما كانش بيعمل اعمال خاصة أعمال حرة بيتم التحريات من قبل الاسم التابع ليه مسكن الزوج، بيقول إن هو مثلا شغال سواق على توك توك أو شغال سائق ميكروباص أو أيا كان أعمال حرة، نجار، أي حاجة، بحيث إن هو دخله لا يقل مثلا عن 3000 جنيه في الشهر. على ضوء هذا الدخل المحكمة بتحكم بالنفقة للزوج، نفقة الصغار. نفقة الصغار من خلال التحريات. ولو الزوج ده أو طليقها ده ظروفه لا تسمح ان هو شغال ارزاقي او شغال في اي مهنه وظروفه لا تسمح ان هو هنا، الزوجه بتستخرج صوره رسميه من الحكم الصادر بيها بنفقه الصغار مزيله بالصيغه التنفيذيه، وبتتجه لبنك ناصر الاجتماعي ويتم صرف نفقه الصغار من قبل بنك ناصر الاجتماعي، يا اما نفقه الصغار او النفقات بجميع انواعها من قبل بنك ناصر، وبنك ناصر بيصرف لها بصفه دوريه بس عند ليفل معين من المبلغ، بحيث ان هو بعد كده بنك ناصر بيرجع على الزوج بالمتجمد او مجموع هذا المبلغ اللي هو النفقات الزوجيه. يعني في حاله عدم مقدره الزوج ان هو يدفع مبالغ او ظروفه غير كافيه، الدوله بتعوضها عن طريق بنك ناصر او عن طريق بنك ناصر اللي بيديها نفقه او بيديها انما بالنسبه للزوج اللي هو بيعمل في القطاع العام او في اعمال الحكومه بيتم عمليه ان هي تاخذ مباشر من قبل مرتبه. طب لو حبينا بقى ندي رساله توعيه للشباب المقبلين على الجواز وعن الشباب اللي هي تملي متهوره في كلمه الطلاق او في الطلاق، نقول لهم ايه؟ هو المفروض اي شاب مقبل على الزواج نقول له ان انت دلوقتي شاب داخل على فتح بيت وتكوين أسرة، انسى تماما الحياة الشبابية اللي انت كنت عايش فيها، انت دلوقتي بترتبط مع إنسانة أخرى، فكر غير فكرك. ونفس الكلام للزوجة أو للبنت اللي هي مقبلة على الزواج، المفروض يحصل توافق ما بينهم هما الاثنين وما يحصلش مشاكل من أول مشكلة أو أول نزاع. مش أول مشكلة إن أنا أروح أقول لماما، مش أول مشكلة أروح أقول لبابا، حلوا مشاكلكم بينكم وبين بعض. المشكلة لو طلعت بره البيت عندكم هتوسع أكتر. فالمفروض هنا أي مشكلة يتم حلها ما بينهم وبين بعض. على أساس إننا لو ده المشكلة هتتشعب. لا ده أنا هجيب لك حقك وتعالي، وده هيقول لك أنا هجيب لك حقك وتعالي. فيتم على الزوج الحديث الزواج أو الزوجة حديث الزواج يتم حل المشكلة من أولها. يحط نقط خطوط عريضة. حياتنا إيه؟ بدايتها ايه؟
انت دورك كذا 1 2 3، انا دوري 1 2 3، المشكله نحلها احنا الاثنين. احنا جالنا برضو رساله غريبه الشكل على التواصل الاجتماعي، هو بيقول انا مش مرتاح في بيتي، فلو الواحد مش مرتاح في بيته مع اسرته او مع المدام، هل يتزوج من زوجه تانية او يخونها؟ فطبعا سؤال غريب الشكل جالنا، فاحنا عايزين نعرف برضو من حضرتك الاجابه في هذا السؤال. هنا الاجابه حضرتك ملهاش دعوه بالشق القانوني عامه، فاجابه هنا المفروض يتجه الى الزواج الشرعي اللي حلله ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان له الرغبه في الزوجه الثانيه يتجه بالزواج بالزوجه الثانيه بعلم الزوجه، بحيث ان هنا الخيانه هتؤدي الى خراب البيت، انما كزواج رسمي وحلله الشرع وحلله ربنا سبحانه وتعالى، فالافضل ان هو يتجوز زوجه ثانيه طالما ليه الرغبه في كده. طب احنا بنشوف كتير من في المجتمع المصري ان هو عدم ارتياحه في البيت او عدم ارتياحها في البيت بيكون في مشاكل التملي باستمرار، وتملي المشاكل دي بتنتج عنها الطلاق. فانت شايف من وجهه نظر حضرتك الطلاق، ولا اللي هم يبتدوا ان هم ياخدوا خط غير الخط المستقيم اللي احنا متعودين عليه، ويبتدي كل واحد منهم يكون فيه خيانه للتاني؟ لا، هنا الخيانه حضرتك غير مستحبة من الزوجين، يا إما ننفصل يا إما نعيش بود ومحبة. فهنا لو دخلنا اتخاذ بقى طريق الخيانة، يبقى أنا بقى كله دلوقتي خلاص في نفور من قبل الزوج والزوجة، يا أنا أعيش حياتي وهي هتعيش حياتها. وعلى الرغم إن في حالات زي ما حضرتك بتقول فعلا على أرض الواقع في نفور ما بين الزوجين، ويعلموا تماما إن كل واحد عايش حياته، بس يقولك عشان الأولاد. ما انت كده اصلا نفسيا ومعنويا مش هتعرف تربي الاولاد، ففي نفور بين الزوج والزوجه، هتربي اولادك ازاي؟ والاولاد عندهم الحس ان في نفور ما بين الاب والام، يبقى يتم الانفصال زي ما تم الزواج بود ومحبه، يتم الانفصال بود ومحبه مراعاه للاولاد اللي طالعه دي. احنا بنشكرك النهارده يا سياده المستشار في تواجدك معانا النهارده في برنامجنا، وعن المعلومات الشيقة اللي احنا استفدناها منك واستفادها منك للسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا. ورسالة أخيرة للسادة المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا، تقول لهم يا فندم؟ كل زوج وزوجة يراعوا أولادهم مهما كان الخلافات ما بينكم وما بين بعض، حلوها بعيد عن الأولاد. الأولاد دي هي الأجيال اللي طالعة، هي الأجيال اللي طالعة وهي مستقبل مصر ومستقبل المجتمع. الولد هنا هيكون محطم نفسيا لو حصل خلاف ما بين الزوج والزوجة والزج بيه في المشاكل دي. الولد هنا ولا هيستوعب دروسه ولا هيستوعب معاملته مع الآخرين، فهنا بننشأ أطفال معنويا محطمين. احنا بنشكرك النهاردة يا سيادة المستشار، وطبعا النهاردة كان معانا زي ما حضراتكم شفتوا معانا سيادة العميد حسام الدين حسام سليمان، اتكلم معانا النهارده في امور تخص المجتمع المصري والشأن العربي كله والشأن المصري. في اشاعات كتير شفناها على السوشيال ميديا، وسياده المستشار محمد ابو زيد اتكلم معانا، وهيكون في حلقه شهريه ان شاء الله لسياده المستشار هيتكلم فيها عن المشكلات والقضايا الموجوده في المجتمع المصري والقوانين اللي موجوده في المجتمع المصري ان شاء الله بصفه شهريه ان شاء الله. حلقه شهريه هنخصصها في كل استفسارات عن اي قانون او اي حد عايز يسال في قضايا المجتمع اللي موجوده فيه هيرد عليها باذن الله. واحنا تملي موجودين معاكم، وتملي بنحاول ان احنا نناقش القضايا اللي موجوده في المجتمع المصري واللي بتشغل الراي العام، وبالاخص اللي فيها شائعات كتير، ان احنا بنحاول نوضح فيها الحقيقه، عشان في كتير مننا بيتساءل عن الحقيقه. وطبعا احنا عارفين ان السوشيال ميديا في حروب كتير بتوجهها لينا، حروب الجيل الرابع والخامس اللي هي الفتن والشائعات، وفي ناس كتير ما بتكونش متابعه الامور دي فبتصدق امور كتير موجوده في المجتمع المصري. فاحنا بنحاول برسالتنا اللي احنا بنحاول نأديها للمجتمع وشعبنا الحبيب شعب مصر، ان احنا نحاول نوضح هذه الامور، ونحاول ان احنا نشوف هل هي شائعه او ما هي او هل هي حقيقه. وبنقول لكم في كل حلقه زي ما عودناكم، اللي بيحب مصر يخاف على مصر، والى اللقاء في حلقه قادمه.